الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تلاوت کلام الہی کر رہی تھی حافظ محمد داؤد صاحب، اللہ عزوجل سوز و گداز میں خیر و برکت عطا فرمائے.